السلام عليكم. زار والي ولاية قسنطينة الأشغال نتاع نفق جبل الوحش، واللي يعني الأشغال تاع الهندسة المدنية تمت، ما بقى إلا العملية تاع التجهيز نتاع هذا الأنفاق، زوج أنفاق بطول 2.2 كيلومتر، واللي تعد واحد من أكبر الأنفاق في الجزائر. وللعلم أن الأنفاق هذه تاع طريق السيار شرق غرب اللي بقات لأسباب عدة ومتعددة، إذا الآن تمت الأشغال بها، وكذلك أنه هذه الأنفاق هي واحدة من 7 أنفاق المتواجدة في الطرق السيارة في الجزائر. نترككم تتابعون، وإن شاء الله يكون عندنا فيديو مخصص لهذه الأنفاق الموجودة في الجزائر بهذا الحجم، يعني من طراز بيتيوب، يعني زوج أنفاق في متوازيين وبثلاث أروقة لكل اتجاه. إذا في هذا النوع من الأنفاق سوف يكون لدينا فيديو خاص بهذه الأنفاق الموجودة عبر التراب الوطني. نترككم تتابعون زيارة تاع والي ولاية قسنطينة، إذا بمعية وزير الأشغال العمومية، إلى موقع المشروع هذا اللي الآن دخل في المرحلة تاع التجهيز. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.